وبمناسبه اليوم العالمي لكبار السن اعربت السيده انتصار السيسي قرينه السيد رئيس الجمهوريه عن عظيم تقديرها واعتزازها لابائنا وامهاتنا وكل الاجيال التي سبقتنا وقدمت لنا الكثير من العطاء كما اكدت السيده انتصار السيسي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي على ضروره الاهتمام بكبار السن ورعايه مصالحهم وتعزيز فرص تواجدهم ومشاركتهم في المجتمع وهو ما تقوم به الدوله المصريه على اكمل وجه ضمن برامجها المختلفه